أما دلوقتي مشاهدينا فتعالوا نتعرف على أهم الأخبار والأحداث اللي إن شاء الله هتحصل النهاردة، وكمان الماتشات اللي هتتلعب في الجولة 16 من الدوري المصري. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيحتفل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54 بالذكرى المئوية لميلاد البابا شنودة الثالث. ويتحدث في الندوة الأنبا أرميا رئيس المركز الثقافي القبطي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية اللي كان سكرتير للبابا شنودة وعاصر معاه الكثير من المواقف والأحداث، والقمص بطرس جيد كاهن كنيسة السيدة العذراء بالزيتون وابن شقيق البابا شنودة، وكان بيخدم معاه في لجنة البر المركزية. النهارده هيلتقي منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني روبرتو باراندو غارسيا نظيره المجري في ختام مشواره ببطولة العالم المقامة في بولندا والسويد لتحديد المركزين السابع والثامن. بتقام المباراة الساعة 4:30، وبيسعى منتخب اليد في هذه المواجهة للاحتفاظ بالمركز السابع اللي حققه الفراعنة في آخر نسخة 2021 واللي أقيمت في مصر. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهاردة مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة 16 من عمر المسابقة. هيلتقي أنبي مع سموحة الساعة 3:15، الساعة 5 هيلتقي بيراميدز مع سيراميكا كيلوباترا، وفي 7 مساء هيلتقي الزمالك مع فيوتشر.